أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا هي شوي حلقة غير اعتيادية، لأنه عم نبث على قناتنا الجديدة، وأتمنى تمام اليوتيوب شغال وكل شيء شغال. أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين معنا. على كل حال أظن، ورحب بكل الأصدقاء، أخونا عمر معك للأبد حبيبنا جان. أشكرك صديقي عمر، أشكرك، نحن معك برو لادينيا. أشكرك جزيل الشكر نسرين، شكرا لك شيطون، أشكرك مالك. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. على كل حال مستر بلاك، أبو الحكم، كل أصدقائنا المتواجدين، عمر، فارس، ليو، أين أنت يا ليو؟ على كل حال أشكركم أصدقائي، وأتمنى منكم يعني الدعم، مثل ما بقولوا محتاجينكم، ف أهم شيء دعمكم لنا. أبو الحكم عم بيقول لي أنت جاهز؟ أكيد أنا جاهز، وطبعا راح يدخل معنا حبيبنا، أظن رياض معنا، أوريدي هو معنا. أهلا وسهلا فيك رياض، أنا ما كنت شايف الشاشة، كنت عم بطلع على اليوتيوب. أهلا وسهلا رياض. حبيبي جان، أهلا وسهلا فيك. وأول شيء بحب أقدم يعني استيائي وضجري من اللي صار اليوم الصباحية. سمعت لأول مرة الخبر المزعج هذا حقيقة، ولكنها يعني أنا أعتبرها وسام شرف، نوت شجاعة. كان العسكري في الجيش كل ما يقدم تضحيات، كل ما هذا العسكري في جيش الحرية يعطوه وسام الشرف، نوط الشجاعة. فأنت عزيزي الحق يقال جان برو أكثر شخص فينا بيشتغل، وبيشتغل منيح، وما مستغرب إنه هو أكثر شخص مسكين بيستلم كل هذه يعني في الطليعة في المقدمة. وأنا موجود معك اليوم كأخ معك وكمقاتلين في نفس هذا الخندق مع بعض يجمعنا من أجل الحرية ومن أجل الوعي ومن أجل الثقافة. والأخ جان طبعا صاحب عائلة، متزوج، عنده أولاد، فرغم ذلك هو يعني يضحي ويقدم لنا كل هذه، يعني واحد ما يعرف، يعجز عن الحديث ويعجز عن الوصف. فعزيزي ولا يهمك، خيرها مثل ما يقولون، احنا عندنا قنوات نقدر من هون لبكرة قد أمواج البحر. سكر قناة نفتح قناة، سكر قناة، وقنواتنا أيضا تحت تصرفك، قناتي الخاصة شجاع البغدادي تحت تصرفك. وعدنا يوم الثلاثاء بعد بكرة راح يطلع معي عزيزي وأخويا جان، راح يعني تضامنا مع قناة الجهر بالإلحاد، وتضامنا مع موقفه، وتضامنا مع أفكاره، وكل ما يطرحه عزيزنا وأخونا جان. بس حبيت أسلم عليكم وأكون حاضر معاكم، بس علشان إنه نحط إيدنا مع بعض بإيد خينا جان. وأريد منكم يا أيها المستمعين، أخوة وأخوات أعزائي، بأسرع وقت ممكن حتى نكسر خشوم هذول الجماعة، ونكسر خشوم الصلاعمة وكل من يقف ضد هذا التوجه الحر. ارجع سوي اشتراك من جديد، ارجع سوي شير، ارجع سوي لايك بأسرع قدر ممكن، لا تتأخر ولا تخلي عمل لبكرة. رأسا ارجع سوي اشتراك، وارجع كمل وتواصل وقدم مساهمتك. أنا وضعت هذه القناة الجديدة عندي على اللينكات القنوات والاشتراكات، حطيتها في الطليعة في الواجهة. فأرجو أنه كل الأخوة والأخوات، بس هي مجرد كبسة زر، ساعدونا، وقفوا معنا وساعدوا أخونا جان، لأنه نحن بحاجة إلى تشجيعكم المعنوي، وأي تشجيع نحن نتقبل من عندكم. تفضل عزيزي جان، ما بعرف إذا في شيء. أشكرك رياض. رياض بصراحة يعني أنا ما بعرف هل ممكن يعني يوقفوا التنوير، يوقفوا كل شيء بكل سهولة بتسكير قناة مثلا، ولا يعني شايفين نحن
كل هالإرهاب اللي عم بيصير، كل هالدمار اللي عم بيصير، شايفين نحن كل هالناس شايفة، يعني الناس اللي عم تترك الإسلام مو بسببنا نحن، والله نحن طلعنا أنا وأنت طلعنا حكينا كلمتين خلاص تركوا الإسلام ومشوا. المشكلة الناس عم تقرأ، يعني هل ممكن إنه يسكروا الإنترنت؟ هل ممكن يوقفوا العالم يعني برأيك إذا سكروا قناة مثلا؟ هو بصراحة اللي أعتقد هذول أطفال، أو أعتقد طبعا ما نعرف إذا كان هنالك يد مدسوسة من بعض، حتى يعني ما راح نقول مؤامرة، بس راح نقول يعني تصل للمخابرات. إيه ممكن توصل للمخابرات لهذه الدرجة. ليش؟ لأنه جان اللي قاعد يقدمه جان ترى مو فد شيء هين، مو فد شيء بسيط، لأنه جان يلتقي بالشباب من كل الدول، من كل الناطقين باللغة العربية، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي اسمها الجهر. يعني لا تخاف، النظام السلطة يقمعون على النفس ويكبتون على النفس، يردون الناس تنخرس، يردون الملحد يقعد ساكت في بيته ويسكر الباب ويسكر الشبابيك وما يحكي. بس جان عم بيقول له اطلع احكي تحرك قول اعمل، لأنه إحنا عايشين تحت هذا القمع، هذا النظام القمعي الديني الفاشي، سميه ما شئت، اللي بلادنا تخربت من وراها، سوريا تخربت، العراق تخرب. فأنت تفكر أنه هذول الجماعة راح يقعدون يتفرجون على جان ويصفقوا له؟ أكيد. وللأسف في منهم راح يمثل، في منهم راح يعمل حالة أنه هو ملحد، يعمل حالة أنه هو فري، لكن هو خبيث مدسوس مرتزق، ويحط ايده بايدك ويخليك تعتقد انه هو منك وفيك، يطلع هو اكثر واحد مسعور. واتوقع كل شيء الان في هذا الظرف وفي هذا الزمن، انا اتوقع اي شيء جائز واي شيء ممكن. وبالنسبه للصلاعمه هم اكثر الجماعه اللي متاذين، لانه جان سهم في اعينهم، جان وقناه الجهر بالإلحاد هي شوكة في زلاعيمهم، فهم أكثر ناس مضررين، وأكثر ناس راح يحاربوا، وأكثر ناس. واللي يعمل هاي الحركات طبعا واحد جاهل زعطوط، احنا نقول زعطوط مزعطة، مفكر انه هو مجرد يعني انه خلص اخذ الباسورد وغير، انه خلص جان حيقول اعزائي انا بتشكركم كثير، تعبت معكم، بس يلا انا حرجع هلا اروح اصيف في دكر، راح اروح اخذ لي اجازة بهونولولو وقعد على البحر على 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 ذكر هلالولو ورياض، شو رايك نعمل انا وانت نترك هالشغله يا زلمه؟ شو لنا فيها نحن الاكل هوا هذا؟ نعمل لنا شغله يوتيوب كمان، انت يوتيوبر يعني، نعمل شغلات مصر، السكينه الحارقه مثلا يعني. السكينه الحارقه عم بقول لهم احنا وين، هذا الرساله الموجهه، انه انا وجان واللي مثلنا قاتلين حالنا، انا ما فايت شيء بجيبي، هاي الغرفه اللي عم تشوفوها والاغراض اللي قدامكم هي من يوم ما فتحت القناه، ونبويه خطيه، نبويه ولا حتى شعرايه ما طلعت لها، واذا عندها شعر راح يوقع. ونبويه سافرت عبر الزمن، شو صار فيها نبويه؟ رجعت زايد، رجعت حيمن المنوي، وبعدين محمد شافها قال له وين تروح، اين تفلتين مني يا بنت الاصفر، فلما قضى منها زيدا وطرا زوجناها اياها. كنت راح اقول لك انه احنا شوف جان، مواضيعنا قويه جدا، واسئلتنا في الصميم، كلها اسئله وجدانيه، من نحن، ما موقفنا، ماذا نفعل، الى اين نحن متجهون، ماذا عن كل هذا الدمار والخراب وسلب العقلية وسلب الحرية في مجتمعاتنا؟ أسئلة في الوجدان وأسئلة في الصميم. أما يطلع لك واحد السكينة النارية وبده يقطع لي إصبعه، أو يقطع علبة شوكولا، أو بده يقطع له كاوتش، وخمسين ألف مشاهدة إلى مليون إلى مليون ونصف مشاهدة، أو يطلع الأفندي مطبخ اليوم، راح نقدم لك طبخة اليوم السبانخ بالباسطرمة، مليون مشاهد، بينما الأخ اللي هنا وعزيزنا جان معرضين حياتنا للخطر، حياتنا للخطر. يعني أنا هسه راح أطلع أتمشى بعد شوية، إيش مدريني إنه ما راح يطلع لي واحد من هذول المجانين، إيه أنا أعرفك أنت اللي عندك قناة على اليوتيوب، تعال يا كلب، ما تتوقعها بأي لحظة. أيها الزنديق الخائن،
أقول له شكراً شكراً. لا لا أنت كده بتعلم من مقامي، لا أنا إنسان متواضع أشكرك. إيه فهو إحنا خط إحنا وين أحس حالي مقدي. يا جان شو رأيك بيطلع لك واحد يقول لك ما إحنا عايشين بدول صلعومية إسلامية ومكبوت، معاهم حق، بس يا جان ما في جماعة عايشين بأوروبا، ما في عايشين بأستراليا، ما في بأمريكا الشمالية، هذول بيقولوا عن حالهم ملحدين. طب ليش ما هذول بيقفوا يوقفوا معنا ويعملوا لنا لايك، يعملوا لنا شير، يعملوا لنا سبسكرايب، وينهم؟ صراحة هاي العتب الملحدين اللي خارج هالأوطان هاي يعني، وحتى داخل الأوطان يعني شايفين نحن عنا بمصر يعني أحمد حرقان قمة الشجاعة عليه يعني، أتمنى من كل الناس تكون مثل أحمد حرقان مثلا يعني. لكن اللي خارج الوطن الزفت هذا اللي بسموه العالم العربي، اللي خارج بأوروبا هون وهون يعني، وينكم يا جماعة؟ وينكم؟ وين صوتكم؟ عم نشتغل لحالنا يعني، بنتعرض للتهديد كل نهار، تجينا 50 رسالة تهديد، راح نقتلك وبنعرف عنوانك، وهالحكي الفاضي كل هالزبالات هاي والشتائم حدث بلا حرج يعني. وبالنهاية بيطلع لك واحد يكون قاعد بأمريكا بيقول لك والله انا خايف اطالع وشي، ولا خايف اطالع طيزي، ولا خايف يعني ما بعرف بقى. احنا ضجنا وملينا بصراحة، بس احنا ما راح. شو الغرض يا جان؟ انا بعرف اللي بدك تقوله، انه مهما صار ومهما حصل، على قولة واحد من شعراء لبنان اسمه احمد الجاك، احمد الجاك قال لو البحار طميناها ولو الوديان ردمناها، اما الصلعومي، وانه هو احنا هلا عم اضيف كلمات من عندي، وننسحب من هذه القضيه هيك وهيك من الصلاعمه وهيك وهيك منهم واحد واحد على رقبتي. فانت يا اخي ولا يهمك، يسكر قناه من هون نقدر نفتح 10 من هون، واحنا متضامنين. اهم شيء التضامن، يعني على قولة المثل الايد الواحده ما بتزقف، لازم شخص معك يساعدك يقف إلى جنبك. وإحنا كلنا معك، وعندك محبين فوق ما تتصور، وعندك بذكرك يا أخي جان، لأنه أكيد اللي بيحصل معك نفس اللي معي، بتجيك إيميل يقول لك جان أنا ما بعرف كيف أتشكرك، أنت بسببك فتحت لي عيوني، أقمت هذه القشورة من عيناي، أنا كنت ناوي أروح وأدخل مع هذول الجماعة وأزرع قنابل وتفخيخ وأقتل لي كم واحد، بس بعد ما سمعتك وبعد ما نورت لي عقلي شوي تغيرت، أصبحت إنسان جديد. أنت بهذا الفعل يا جان أنقذت أرواح إن كانت رح يقضى عليها بسبب هذا الفكر الجاهلي، يعني بسببك أنت زرعت بذرة، وهذه البذرة عم تعطي ثمار. احيانا ما احنا ما بنشوف هذه الثمار، ما بنعرف شو اللي عم بيحصل من وراء ظهرنا، بس احنا عم نغير، وحضرتك عم بتغير وعم تعمل وعم تصنع. ونخلع لك القبعه، انا خايف اخلع القبعه لا تطلع الصلعه، بس نخلع لك القبعه تحيه لك وعلى جهودك. لا يهمك ولا يهمك اخوي رياض، يعني الصلعه فخر لكل من تصلع يعني. عافيه. يعني الصلعه بعدين. تفضل تفضل خي جان، ما هي نهايتها اعدام؟ اعدام، ما قلت لك رح ننعدم؟ ما صدقتني تذكرها. اي نحن نشوف من يوم ما عملنا لما ولدت آمنة وفتحت رجليها والضوء كعمة على كل بلاد كسرى وبلاد الشام، من يوميها واحنا نازلين. بس في أميرة عم بدها تسلم على الشباب الموجودين، أميرة جاكلين، قولي هلو، يلا قولي لهم هلو. هلو، هاي أميرة، هاي حلو، كيفك؟ How are you؟ والله منيح. Very sweet, very sweet, beautiful. تتربى بعزك خي جان، تتربى بعزك. تسلم يا طيب. يعطيها الصحة. هاي جاكلين، هاي بتسحب حالها هيك من ختلة من أمها وبترقد لفوق لعندي. تعرف تطلع على الشاشة فبتجي بابا بابا يلا تعي أمي تعي شو نعمل؟ نورة. منورة الشاشة ومنورة هي وبيا، تحياتي لك ولأسرتك، وطبيعة طبيعة تحفظكم عزيزي.
انا ما بس حبيت انه اطلع شويه اسمع صوتي للعالم انه تعرف انه قنواتنا كلها تحت خدمه وتحت اجرين خينا جان برو، وما راح نتوقف ابدا، ومهما حاولوا ومهما جربوا حظهم ما راح يمشي الحال، نحن مستمرين وعلى العهد باقون. فأتشكرك خي جان على موقفك البطولي وعلى سعة صدرك وتحملك، لأنه أنت فعلا يعني صبور وقوي. يعني أنا بتعلم منك أشياء، أنا نفسي بتعلم أشياء كتير من جان خي الكبير. فموقفك هذا الصامد وموقفك راسك مرفوع، دائما راسك مرفوع، وإحنا فخورين بك، وكلنا باسم الملاحدة والعقلانيين والإنسانيين نخلع لك القبعة عزيزي، ونقول لك إلى الأمام استمر وأبد ما تستسلم أبدا. أشكرك رياض، أشكرك حبيبي رياض، وأنا فخور فيكم وفي كل صديق بعث لي رسالة تضامن معي، ويعني ويا جبل ما يهزك ريح يعني ولا يهمنا. فنحن دخلنا مثل ما أقول من يركب البحر لا يخشى من الغرق. فنحن لما دخلنا بنعرف شو عواقبها. يعني هي مسألة بسيطة، مسألة إنه تسكير قناة اليوم وبكرة وعشر وبعد بكرة راح نتم محاربين، ما في مشكلة. بس أنا أوعد الأصدقاء اللي أو الأحباء أو whatever سميهم، يعني أنا ما راح أسميهم أعداء، اللي عملوا هالعملة هي أوعدهم راح يجي نهار راح تكون قناة إجهر، راح تكون قناة فضائية. أنا أوعدكم هالوعد هذا، رغم إنه بصيص أمل بسيط، ولكن الغيث يأتي بقطرة، يبدأ بقطرة مثل ما بيقولوا. أشكرك رياض حبيبي. على كل حال عنا موعد على قناة أخونا رياض يوم الثلاثاء الساعة 4 بتوقيت لندن، يا ريت تكون معنا، ويعني شوية تشجيع من الأصدقاء. أشكرك رياض جزيل الشكر. شكرا عزيزي، وشكرا لجمهورك الكريم، وتحية الحرية لكم جميعا. شكرا حبيبي حبيبي رياض، يلا سلامات، مع السلامة مع السلامة. طيب أصدقائي، مين عنا وشو اطروحاتكم؟ انا سادخل على اليوتيوب، يعني معنا مشاهدين، 13 مشاهد، ما هو مشكله. اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. انا يا احبابي، اذا في عندكم اي اسئله، في عندكم اي شيء حابين تطرحوه، انا تحت امركم، وأنا بتمنى منكم المداخلات والمناقشات. نحكي بهالمسألة هي إنه يعني جماعتنا اللي ساووا هيك وعملوا هالعملة هي، يعني بصراحة يشفق لهم بكل معنى الكلمة، يشفق لهم، يرثى لحالهم، لأنه ما عندهم سلاح غير الإسكات، تكميم الأفواه، هذا اللي بيعرفوه، ما بيعرفوا شيء غيره نهائيا، ما بيعرفوا يقدموا دليل ولا شيء من هالقبيل. انا قبل بنهار ما تسكر القناه كنت حاطط فيديو في واحد بده يرد على برنامج الجهر بالالحاد اللي مسميه جاء برنامج العهر والما بعرف الطيخ، ونازل في شتائم الى ابعد الحدود، وبده يرد على برنامج الجهر بالالحاد. فاتت سنة ولسه ما رد على برنامج الجهر بالإلحاد. طيب رد رد رد، عطيني دليل، عطيني. أنا عندي تساؤلات ومن حقي أتساءل. إذا أنت متعلم عندك في دينك إنه والله لا تسألوا، نحن هالقاعدة هي ما عنا، نحن عنا اسألوا وشكوا حتى تصلوا للحقيقة، حتى تتوصلوا للحقيقة. أما طيب، على كل حال أنا راح أخذ اتصال من أخونا عمر ونرجع نكمل أصدقائي. أتمنى أخونا عمر، أظن طيب عمر إذا سمعني يا ريت أنت تتصل لعمر. فمثل ما كنت عم بقول أصدقائي، يعني نحن قاعدتنا السؤال والشك. إذا أنتوا عندكم شيء تدعوه، وأنتوا دينكم يعني طالبينه يكون
يستولي على العالم وكل العالم تحت جناح الإسلام وكل الكرة الأرضية لازم تكون مسلمة إسلامية تحت الخلافة على عيني وراسي. أهلا وسهلا، ولكن بدك تجاوبني على أسئلتي، وما هو حي الله جواب بمشي حاله معي، يعني ما هو حي الله جواب بمشي حاله معي، يعني ما والله قال لك مثلا أسألك سؤال عن بداية الكون تقول لي والله كانت رتقا وفتقناهما، هذا حكي ما يعني ما بيقنع ولد صغير، هذا حكي تجي أي شخص كان أي شخص بسيط يعني مثل حكايتي إنسان بسيط قرأ له كم كلمة بتاريخ الكون يعرف أنه هي كانت رتقا وفتقناهما يعني قمة الخزعبلة قمة الخزعبلة. أي شخص بسيط قرأ من تاريخ الكون كيف تشكلت الكواكب بلا 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 كيف تشكلت النجوم كيف تشكلت بداية تشكل النجوم تشكلت مجرات متى كيف راح يشوف هالكلام اللي أنت عم تطرحه كان أترتنا وفتقناهما كلام يعني ناس سذج للأسف الشديد سذج إلى أبعد الحدود. إذا في عندك غير جواب ممكن تقنعني فيه عمليا وتطبيقيا أهلا وسهلا يعني ما في أي مشكلة ما في أي مشكلة، ولكن ما عندك غير وسيلة تكميم الأفواه هذا يعني إنك صفر، هذا يعني إنه ما عندك شيء تقدمه. لذلك بتشوف المسلمين ما عندهم شيء غير الإرهاب الإرهاب ثم الإرهاب ثم الإرهاب، مثل هاي الأنظمة الموجودة العنف مزيد من العنف مزيد من العنف أنا القصر أو القبر، هاي شعار كل الدكتاتوريات الموجودة عنا. وأصدقائنا المسلمين يعني يرثى لحالهم لأنه أول شيء إن ما بيفكروا وخايفين يفكروا، فاللي بيفكر بيعتبروا إنه مجرم لأنه صار التفكير عندهم لأنه محرم صار التفكير عندهم جريمة، فكل واحد صار يفكر وبصوت عالي بده يخرسه بأي وسيلة إن كانت. يعني هالشخص اللي هكر لي القناة يعني برأيكم لو أنا كنت أمامه هل كان يتوانى عن قتلي مثلا؟ بكل تأكيد يعني أنا ما أظن يتوانى ولا لحظة. في رأس عم بيقول لي قلت لك يا جان هؤلاء لا يعرفون لغة الحوار والمنطق، هم يحفظون ويطبقون فقط مجرد ببغاوات لا عقل لهم، وهي هي المشكلة يا أخوي فراس للأسف الشديد، هي المشكلة الكبيرة الطامة الكبرى إنه هل خلينا نقول الأناشيد الحفظانية مفكرينها هي قمة التفكير وقمة العلم وقمة يعني الشعب هذا ساذج إلى درجة بيجيك شخص تافه بصراحة يعني يشمئز الإنسان إنه يسمع له أو يطلع في شكله، مع إنه أنا ما ضد مسألة الشكل أنا ما لي علاقة بالشكل. فارس مثلا مثل هذا الشيخ الاضراط شو اسمه كان البهلول هذا يا زلمة السوري هذا ابو الاعجاز العلمي واضراط هذا يعني شيء مقزز بصراحة شيء مقزز، تلاقي تلفزيونات لك لما بيحكي ما في منطق يا زلمة نهائيا ما في شيء اسمه منطق لك على مين عم تحكي؟ انت على مين عم تضحك؟
يعني معقول معقول أمم كاملة يا رجل، أمم كاملة تسمى الأمم الإسلامية وتبر، يعني يعني الناطقين باللغة العربية اللي هو منه هذا هذا السوري اللي صدقوني نسيت اسمه، كيالي كيالي لم منصور كيالي أظن كيالي. أشكرك مستر بلاك، لا مو بهلول نجار في فارس، هو كيالي منصور كيالي، هذا المنصور كيالي الكبير بالعمر وشوي هيك ضعيفاني يا رجل، تسمع له تسمع له شيء مقرف. هل من المعقول في بشر تصدق هل 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 مسخ يعني ما أنا ما بقدر أسميه غير مسخ، هل من المعقول هناك بشر تصدق هيك مسخ؟ طبعا ترجع بتقول طبعا أكيد لو ما في ناس بتصدق هيك واحد مسخ ما كان صار له يعني مثل ما بقولوا صولة وجولة، ما كان حدا استقبله، ما في كان تلفزيون استقبله قال له على وسهل. معناته إذا هالمسخ هذا وحديثه هيك، كيف الناس هي هالناس هي كيف يعني كيف بتفكر؟ إلى أي مستوى هم؟ إلى أي مستوى موجودين؟ يعني شو المستوى؟ مستوى تفكيرهم، مستواهم الثقافي الفكري. إذا بعد بشرح لك مثلا كيف الشيطان يطير، مع أنه الشيطان لا حدا شافه، لا حدا لمسه، لا حدا سمعه، لا حدا داقه، ما في شيء من هالقبيل نهائيا. بيجي بشرح لك الزلمة بكل وقاحة لأنه بيعرف اللي قدامه السزج، بيقول لك والله الشيطان بيطير عن طريق الدفع النفاس، بيطرطش خاضة يعني يعني بضرط الشيطان فنتيجة الضرطة هاي بتطير. فلو لو لو الشعب مو اللي عم بيسمع مو ساذج، صدقوني صدقوني ما بطلع هيك هيك واحد أهبل ويحكي أشياء تافهة، أشياء تافهة. والمشكلة يعني تصور هلا بلد مثل سوريا مثلا فيها ملايين الناس، فيها آلاف المؤلفة من الدكاترة والمهندسين والمحاميين وأساتذة جامعة وطلاب، ويقعدوا يسمعوا هالحكي الفاضي هذا ويهزوا راسهم ويقول لك يا سبحان الله. يعني آخ واحد شو يحكي شو يحكي؟ الدفع النفاس، ايه مالك الدفع النفاس خالد انا لست جان. ليش خالد لست جان؟ كلكم لازم تصيروا صلعان يعني مثل جان. على كل حال خالد انا اشكرك حتى اذا ما كنت جان، يعني انا اشكرك اقل شيء تواجدك معنا يعني، واتمنى يكون عقلك من المنفتحين. انا لا اتبع الكيالي، لديه اخطاء كثيره. ايوه كشفناك يا خالد، انت يعني انت مسلم ولكن لا تتبع الكيالي لانه عنده اخطاء كثيره. طيب انت بتتبع مين؟ تتبع مين يا حبيبنا خالد؟ الا تتبع نبي الرحمه محمد؟ بكل تأكيد أنت تتبع نبي الرحمة محمد اللي بتصدق بالنهاية أنه الحمار بيطير أو الدابة كما وصفها محمد بين الحمار والحصان. على كل حال يعني أكيد أكيد أنت بتؤمن أنه في شيء دابة بتطير. طيب يا سيد خالد، هل سألت نفسك
انا بدي تكتب لي هون هلا على تدفع السنة. اوكي على عيني وراس تدفع السنة. السنة طبعا، هل سألت نفسك يا سيد خالد كيف الحمار يطير؟ وما الدليل على انه حمار يطير؟ ان كان في الماضي او في المستقبل او في الحاضر مثلا، هل هناك عندك دليل ممكن تحاجج الناس فيه؟ اليوم انا ماني مصدق الاسلام. طبعا انت بتعرف الاسلام هي دعوه تبشيريه لكل البشريه، واللي لا يؤمن عنده طبعا اليهودي والمسيحي في عنده ثلاث خيارات، يا القتال يا الجزيه يا اما الاسلام. اما شخص مثلي ليس لا مسيحي ولا يهودي، مهما كانت افكاره مهما كانت ايديولوجيته، عنده خيارين، اما القتال ام الاسلام. انت عم تدعوني للاسلام ان شئت وابيت بطريق بشكل من الاشكال. هل ممكن تشرح لي كيف يطير الحمار يا خالد؟ انها معجزه. كيف يعني المعجزه تعجز العقول التي لا تفكر؟ سيد خالد، المعجزه تعجز العقول التي لا تفكر. هلا اذا عقلك عاجز انت مثلا عن التفكير هذا بعود لك، اما نحن عقلنا غير عاجز عن التفكير. مثلا الحمار يطير، الحمار الطائر، أغلى طائرة حسب أساطير اليونان حصان الطائر. مالك أوكي. الحصان الطائر يا سيد خالد، يعني موجود بالأساطير، موجود عند كل الأمم، يعني ما يشغل غريبة إن يطلع محمد يقول والله طلعت على الحصان الطائر هذا والحمار الطائر والدابة الطائرة. المعجزة عم بيقول معجزة لا تحتاج تفسير بل إيمان القدرة الإلهية. إذا هاي اسمها ضحك على اللحى، ضحك على السذج، معناته أنا كل شيء ممكن أحكي قال لك آمن فيها وخلاص انتهى. ممكن أكذب عليك أي كذبة وقال لك آمن فيها، هاي من عند الله. هذا حكي فاضي يا خالد. المعجزة اللي انت تعجز عقلك نحن ممكن نفكر فيها. يعني بمعنى الحصان الطائر، شو بيلزم الحصان حتى يطير؟ بده أجنحة، تمام؟ أجنحة تخلي هالثقل هذا يقاوم الجاذبية ويطير. وطبعا وصفوا بالبراق انه له اجنحة، ما بعرف اذا ضربه وين وبشاله وين وحطه وين. المهم، هل عندك دليل على مستحسات هذا الحصان مثلا في عبر التاريخ الكرة الارضية كلها؟ هل لديك اي دليل؟ هل عندك دي ان اي مثلا تعطينا اياه ونعرف من خلاله انه كان في حصان له مثلا اجنحة؟ هل عندك صورة مثلا؟ هل عندك فيديو مثلا؟ عم تقول معجزة، يعني لا تحتاج لتفسير. كيف لا يحتاج لتفسير؟ اليوم الحصان الطائر هذا طلع للسماوات كما تسمي الفضاء. إذا خرجت من جاذبية الأرض، شو ليش ما حاجة الأجنحة؟ الأجنحة يعني الموجودة بالطيور اللي بنشوفها، الطبيعة صممتها لحتى تقاوم جاذبية الأرض. هل هناك أي جاذبية خارج الغلاف الجوي مثلاً؟ خارج جاذبية الأرض، هل هناك أي جاذبية في الفضاء الخارجي الذي لا ما في شيء؟ فضاء يعني ما في شيء، سبيس. هل هناك أي جاذبية حتى يحتاج
الكائن هذا للأجنحة؟ أتمنى أتمنى يا سيد خالد تفكر بهالموضوع هذا، لأنه المسألة ما هي مسألة والله شطارة أو فهلوة أو خلص عناد، إنه هيك أهالينا تربينا هيك وشفنا آبائنا وأجدادنا على هذا الكلام، ف نحن كمان ماشيين عليه. المشكلة يا خالد يا حبيبنا ما هي مشكلة إنه ماذا تؤمن، يعني اليوم أنت بتؤمن إنه المي مضرة، تمام؟ لا تشربها، ما حدا بيجبرك. وأنت بتؤمن إنه الماء مضرة ولكن لازم تشرب شوي مشان تعيش، أوكي اشرب شوي مشان تعيش، لا تشرب كثير، بس ما ترميني بالمي هاي البقية اللي ما بدك تشربها، ما ترميني فيها. بمعنى أنه آمن أنت، روح صلي، صدقني لن يتكلم معك أحد ولا حدا رح يجي يقول لك شو عم تساوي. بس المشكلة إيمانك هذا دمرنا بلادنا. عم بيقول لي فكرت جيدا، بشو فكرت؟ هل فكرت كيف الإنسان ممكن يعيش أسبوع أو أسبوعين داخل بطن الحوت مثلا؟ هل فكرت كيف الحمار بيحكي؟ هل فكرت كيف الحجر بيحكي؟ طبعا لم تفكر أنت من قبل شوي، قلت لي لا يحتاج لتفسير لتبرير، يعني ما تفكر، خلاص هذا شغل إلهي. هل أنت تستطيع أن تفكر بأشياء إلهية؟ أكيد لا يا خالد. أنت عم تقول فكرت جيدا، هذا كلام يعني صدقني نحن من أعدائك، يعني هذا كلام أنت محضره جيد فقط يعني ترد علينا فيه، نحن من أعدائك عشان ترد علينا بكلام للرد فقط، نحن من أعدائك عشان ترد علينا فقط، والله ردينا عليك. فكرت جيدا، بشو فكرت؟ هل فكرت كيف يطير الحمار؟ أكيد لا. لو مفكر ما بتصل لنتيجة إنه الحمار بطير، يعني شغلة بتصل لنتيجة إنه الحمار ما بطير، يعني بكل بساطة. هل فكرت إنه الحجر بيحكي؟ هل فكرت أنت مثلا زواج الطفلة شيء جيد، يعني مثلا إنه واحد يفاخذ طفلة عمرها 6 سنين، هل هذا شيء جيد؟ هل فكرت مثلا زواج من 4 نساء رح يعطيك مجتمع رائع؟ هل أطفال كيف بده يتربوا؟ هل فكرت انه يعني متأكد هو فقط للرد، يعني ليس اكثر من ذلك من ذلك. طيب عم بيقول حمادة ممكن اشترك، اهلا وسهلا فيك، ممكن تشترك طبعا ما عنا اي مشكلة، ممكن تتصل هون على سكايب، وطبعا حول صوت. طيب عمر اخونا عمر اظن عم بتصل، خلينا ناخذ اتصال اخونا عمر. اهلا وسهلا عمر، اهلا وسهلا، اشتقنا لك حبيبي. حبيبي انا ما انا الأسبوع الماضي بصراحة، الأسبوع الماضي كنت مشغول شوي، ومثل ما بقولوا خلناها استراحة محارب، ولكن خلوه يعني مثل ما بقولوا بداية العمل تكون شاقة شوي علي، فما في مشكلة بالزبط. نهائية بالضبط بالضبط، احنا أهم شيء تكون أنت معنوية جيدة وأمورك تمام وما يهمك منهم، احنا كلنا معاك. تسلم يا طيب، تسلم. صراحة أنا يعني هو مبارحة بس شوي صار معنا هزة بدن قولة غوار، ولكن يعني أظن يعني مثل ما بقولوا تجاوزنا هالمسألة هاي، وما بقى في مشكلة يعني مسألة الحالة النفسية هاي. هو إحنا مشكلتهم معانا تعرف إيش، إن إحنا بنمسكهم على العصب اللي بوجعهم. بالضبط، بنمسكهم على الإشي اللي هم متأكدين انه هو صح، وبنطلع لهم اياه غلط ونورجيهم ليش، مش انه بس بنحكي لهم انه غلط، لا بنثبت لهم ليش، بنأكد لهم ليش،
واحنا بنعرف شو بنحكي وهم بيعرفوا ان احنا صح، بس هم بيكابروا، هم مش قادرين يطلعوا من القوقعة اللي هم عايشين فيها بالضبط. فمشان هيك هم عم بيحاربونا وعم بيحاربوك لك وبيحاربوا جميع الاخوان. فانت ما تيأس، انا يعني بتمنى انه انت ما توصل لحالي انك انت تيأس يعني، عرفت علي؟ صدقني انا لن أيأس اخوي عمر، انا لا أيأس الا بطلوع الروح، واتمنى ما تطلع قريبا يعني. العمر الطويل لك. تسلم تسلم يعني، انا اتمنى ما تطلع قريبا قبل ما اشوف اهالينا تفتحت عقولهم وصاروا جاهزين لركب الحضاره مثل ما بيقولوا، لحتى يلحقوا بالحضاره، اقل شيء يكونوا جزء من الحضاره. هذا هدفنا، ما لنا اي هدف لا مادي ولا شيء، مش داخل في جبهتنا شيء يعني. احنا هدفنا بس نوعي هالناس يعني، نطلعهم من الظلمات الى النور بس. بالضبط بالضبط يعني، هاي هذا قصدنا، ونتمنى نشوف اهالينا مثل ما بيقولوا اهالينا بقمه الرخاء، وعلى الاقل ما تتدمر اوطاننا يعني. بكفي اللي شفناه واللي تشردوا كل الناس هي يعني، شفنا هالبلاوي هي الزرقاء اللي صارت علينا. اكيد انا يعني حبيت اني احكي واعبر لك عن مدى حبي واعجابي فيك واصرارك ودعمنا لك للابد. حبيبي عمر اشكرك جزيل الشكر، اشكرك. يعطيك العافيه. سلامات. طيب اظن حماده كان بده يتصل. حماده طبعا السكايب موجود بالدسكريبشن تحت، ف يعني jan.brotu، واتمنى تشترك معنا تتصل ونسمع رايك ومداخلتك. يعني انا ما بعرف خالد شو قصتك يعني. عم بيقول المعجزة، بس لأشوف أظن أنا مخربط. عم بيقول هل فكرت أنت بالانفجار الأعظم، الانفجار العظيم؟ طبعا فكرت، طبعا قرأت، وفي دلائل، في أبحاث عليها، وهي طبعا الجامعات العالمية كلها روح شوفهم وقرأ أبحاثهم وشوف الطريقة وشوف الشرح يعني الموجود، ممكن يعني تفهم. بس الانفجار العظيم اللي عند بالقرآن اللي كانتا رتقا ففتقناهما مثلا، بيختلف جذريا عن الانفجار العظيم الحقيقي اللي مثبت بالدليل والبرهان العلمي. يعني بيقول لك كان رتقا وفتقناهما، يعني الارض والسماء كانوا مع بعض وفتقوا من بعض. مع العلم وقت الانفجار العظيم المثبت بالدلائل العلميه حدث قبل نشاه الارض بتسعة ونص مليار سنه، يعني ما كان لا في شيء اسمه أرض، لا كان في شيء اسمه فضاء، لا كان في شيء اسمه شمس، لا كان، ما كان في شيء اسمه ذرة حتى. يعني الذرة بعدين تشكلت، الذرات كلها بعدين تشكلت، كل أنواع الذرات اللي هن 92 عنصر في الطبيعة اللي بنعرفها من كل شيء، يعني من الهيدروجين لأكسجين لذهب لمغناطيس يعني فضة ألمنيوم، كل هالأشياء هاي 92 عنصر. أنا ما بعرف حفظانهم كلهم طبعا أكيد يعني العناصر هاي، ولكن 92 هن تشكلوا بعد الانفجار، بعد بملايين السنين يعني. مو الذرة الأولى بعد 300 مليون سنة تقريبا يعني تشكلت الذرات الأولى في الكون. فطول كانتا رتقا، يعني كانت الأرض موجودة، هل كانت الأرض موجودة
بعدين فتقناهما. عم تقول لي انا اقصد هل جاء لوحده؟ هلا عرفنا من جاء لوحده ولا ما جاء لوحده، ممكن نشوف دراسات، ممكن نبحث، ما في مشكله. ولكن هل جاء لوحده ام لم يجئ لوحده، هي بتعيفه. بس الطرح القراني، انت بتؤمن بالقران ايمان عميق الى ابعد الحدود، ممكن تقتل انسان عشان ايمانك بالقران، ممكن تقتل أبوك، أمك، أخوك عشان إيمانك بهالقرآن هذا. القرآن يقول لك كانتا رتقا وفتقناهما، وموجودة بالتفاسير. وروح هي جماعة الإعجاز العلمي، البهاليل هذول مثل الكيالي والبهلول النجار ولا هالزبالة هذول. على كل حال هالزبالة هدول بيقولوا لك والله هي البيج بانج، هي لهذا لو كانت رتقا فتقناهما، هي البيج بانج طبعا. وما كان شيء في اعجاز علمي اولي، ما كان في شيء اسمه اعجاز علمي. عم بتقول انه انفجار مجرد نظريه يا جان حبيبي. شوف خالد، النظريه اللي نحن بنقولها نظرية هي أمر واقع، الفرضية هي ما هي أمر واقع، يعني ما هي مثبتة علميا. هلا مثلا نقول نظرية الجاذبية، الجاذبية إذا قلت إذا نظرية معناتها فقط نظرية، ما في عليها تجارب، ما في عليها إثباتات، ما في عليها دلائل. ولكن الجاذبية موجودة، وأنت بتعرف وأنا بعرف، ممكن ترمي اي شغله راح تنزل على الارض. هي نظريه موجوده مثبته علميا، في عليها دلائل، في عليها كل شيء. نظريه اينشتاين النسبيه في عليها الدلائل، في عليها كل شيء. اما الفرضيه شيء اخر. الفرضيه تبقى فكره تطرح على الورق، ممكن تثبت، ممكن لا تثبت، ممكن يصير عليها دلائل في المستقبل، ممكن لا. حتى تتحول إلى نظرية بدها دلائل. بس صار عندها دلائل وصارت رسمياً معترف عليها من قبل كل مراكز الأبحاث العالمية المرموقة مثل ما بقولوا، هذاك الوقت بتصير نظرية. فالبيج بانج هي نظرية مثبتة علمياً، ما في انا وانت مثلا ننكرها، ولا يعني ننكر من هون لبكره تم ننكر، شو بهم الحقيقه؟ الواقع واقع. يعني هلا مثلا عندنا في الشرق الاوسط للاسف الشديد واهالينا في مساله النكران، هي نكران انه نحن منحطين او متخلفين او شيء من هالقبيل. بس هذا لا يمنع انه نحن بالفعل في ذيل الامم، نحن بالفعل في ذيل الامم. ولذلك اللي بتلاقي اللي منحط وعايش في عصر الانحطاط بيعتبر حاله افضل الناس مشان يغطي عن هالنقص الذاتي اللي موجود. بدل ما يواجه نفسه بهالنقص هذا يقول لك لا أنا أفضل من هالشخص، نحن أحسن من هالعالم هاي. يعني أعطيك مثال، أنا عايش بالغرب صار لي من 95 أنا مسافر برات البلد، برات سوريا. عندي يعني مثل ما بقولوا تجارب، شفت كتير ناس دخلوا ومن السوريين، من غير سوريين، من نفس ثقافتنا يعني، دخلوا لعنا على دخلوا على أوروبا. الشيء البداية أول شيء الإنسان بنبهر بالحضارة بالتقدم، شوف الناس هذول أحسن طريقة حياتهم، بطرقاتهم نظيفة، بكلامهم مع بعض كتير محترمين مع بعض، تلاقي الابتسامة على طول على وجههم. بصير إنسان عنده تساؤلات جوا، ليش نحن مو هيك؟
مع مرور شهر شهرين بتلاقي هال 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 أنا هاي بتطلع، أنا كمان أنا أحسن منه، بصير إلى مرحلة إنه يصير متشدد، بصير يفتش في ماضيه لشيء يعوضه هالنقص هذا اللي حاسس فيه أمام هالناس هاي. فيا سيد خالد حبيبنا، على كل حال يعني أتمنى منك تعذب حالك مثل ما بقول، وتكسر خاطرك وتجبر بخاطرك whatever يعني، وتقرأ لك كم كتاب وتفكر إنه بهالمسائل هاي، تفكر تاريخ الديانات، يعني الإسلام هو دين، يعني ليس شيء آخر، المسيحية هي دين، البوذية هي دين، كل هاي اسمه دين، تدين، في فكرة الدين هو دين، فكر فيها، لو كان إله واحد يعني ما كان عذب حاله وبعد سوى كل هالديانات هاي، تختلف العالم تقتل بعضها، مو بس سوى الديانات كلها، مو بس سوى الديانات، ما يمسألت انه سوى الديانات، بنفس الديانة كل الديانات، ها نفس الديانة بتلاقي 50 فرقة وفرقة وحروب وتشريد وقتل ودمار من نفس الدين. طب إذا ما كان بشري هل معقول يحصل هذا؟ أنت اسأل نفسك، لو كان الدين من عند الله، أي دين بغض النظر مسيحي ولا أو مسلم، يهودي، بوذي، خرنفشائي، أي دين كان، لو كان من عند الله، هل الله سيسمح لأتباع الدين المؤمنين فيه من خلاله بهالإله هذا أنه يقتل بعض؟ يعني يا عبادي الصالحين، يا عبادي الصالحين، يعني هل من المعقول مثلا ما يكون في ناس صالحين من الشيعة، ناس يعبدوا ربهم بالمذهب الشيعي بصدق بأمانة مؤمنين؟ أكيد أكيد الأغلبية هم مؤمنين بكل صدق يعني، ولا كان ألحد وصاروا ملحدين لو ما كانوا مؤمنين، ومن السنة نفس الشيء، بس ليش عم بيقتلوا بعض؟ ليش الله عم يسمح يقتلوا بعضه عباده؟ هذا عم يعبده عن طريق محمد وهذا عم يعبده عن طريق محمد، فما أظن يكون في أي سبب لهذا الإله يسمح له أنه عباده يقتلوا بعضه. على كل حال طيب يعني مثل اوكي رح حكم اشكرك بجد يعني يا خالد، انه كيف الله خلق الكرة الارضية والكون كله بست ايام، يعني ست ايام هل كان ايام مثلا اي بالبيج بان كان في ايام؟ الايام تقاس على الارض، اين قياساتك؟ يعني شو القياسات؟ شو هالأيام هاي؟ مهما كانت الأيام طويلة، عمر الكون أطول والكون أكبر من فكر بسيط مثل فكر القرآن، فكر ساذج بصراحة، يعني ما في شيء ممكن يرقى يسمى طفل اليوم بمدارس اليوم يدرسه، يعني أي طفل مثلا بنات يلا صف أول بنتي درسوها الديناصورات
درسوها الكواكب، نجوم، القرآن. يعني شوف منهاج الصف الأول، أنا عم بحكي القرآن ما بيعرف شيء عن الديناصورات، مع أنه هي حقيقة علمية واضحة وموجود وشافوا من آثار الديناصورات إلى يوم الديناصورات مثل ما بقول، مستحاثات موجودة من يعني من كل أنواع الديناصورات، هي حقيقة علمية. هل قرآنك أو الإنجيل أو التوراة أو أي فكر غيبي ذكر ولو هيك مثل ما بقول بنسوة مسألة الديناصورات؟ لا، لأنه البشر اللي كانوا موجودين اللي ساووا هالديانات هاي ما بيعرفوا شيء عن هالديناصورات. لو كانوا يعرفوا صدقني كان حطوه بكتابهم بكتبهم بأحاديثهم بكل هالأشياء هاي، ولكن ما بيعرفوا. هل الإله ما بيعرف مثلا؟ هل الإله ما بيعرف اللي خلقه مثلا اللي خلق الديناصورات؟ بعدين هل الإله بحاجة إنه يحط واسطة بشان الناس تؤمن فيه؟ هل يعني هلا بيقول لك بالقرآن وما خلقت الإنس والجن إلا حتى يعبدون إلا ليعبدون. أوكي أنا معك، أنت ما خلقت الإنس ولا الجن حتى إلا ليعبدون، تمام، وأنا مستعد أعبدك. بس برأيك يا الله انه ما في طريقة غير انه والله تحط واسطة، شخص عاش من 1400 سنة مثلا ولا من 2000 سنة ولا من 3000 سنة، لا شفته ولا بعرف كيف حياته كانت ولا شكل حياته، وشكل حياته بتختلف عن شكل حياتي، الزمن بيختلف، كل هالاشياء بتختلف. هل انت بحاجة انه هالواسطة هي تكون بيني وبينك؟ ولا ممكن تكون علاقتي معك مباشر يعني تولدني مقتنع وخالص بما انه انت يا الله خلقتني خصوصا حتى اعبد؟ هل انت عاجز نزلني مؤمن وخلصت الحكاية يعني، او كل البشرية؟ طبعا طيب بالحقيقة عم بيقول جان الغلط انه الارض خلقت في 6 ايام وباقي السماء بيوم، هذا هو الغريب. يعني صراحة ما غريب الا الشيطان حبيبنا ابو الحكم، يعني مع اخوتنا المسلمين كل شيء جائز، كل شيء جاهز. حمادة ما بعرف انت عم تقول ما عم يزبط حساب السكايب، ولا كنت كتير حابب اني احكي مع حضرتك، وانا بصراحة اتشرف فيك علوة، يعني الحلقات كتيرة، نحن كل يوم عنا حلقة. وعلى فكرة انا عشان ارجع انوه، حبيبتنا الدكتورة وفاء سلطان راح تكون معنا يوم الاربعاء بنفس التوقيت الساعة 8 بتوقيت لندن، فكونوا معنا، وأسئلة راح تكون أسئلة مثل ما بقولوا أسئلة صريحة إلى أبعد الحدود، تساؤلاتي الشخصية، أنا تساؤلاتي الشخصية مع حبيبتنا وأستاذتنا وفاء سلطان، يعني العلاقة بالمسيحية، ويعني أنا أختلف معها في بعض النقاط، راح أطرح النقاط هي اختلافي أنا معها، ونتمنى يعني مثل ما بقولوا تثلج صدورنا مثل ما بقولوا. وأكرر قولي أيتها الجلدة، أنصر الإلحاد بإحدى الوفائين، يعني أنا أتمنى كل الوفاءات يوفون للإلحاد ويكونون ملحدات، ووعدا منا إذا أصبحت نبية أصبحت وفاء سلطان ملحدة سننصبها نبية علينا.
عم تقول نسرين محسن يسأل لو يقدر يتصل على الفيسبوك. على الفيسبوك أظن فيسبوك بصراحة الفيسبوك صعب شوي ينسمع صوته، الفيسبوك هو علة يعني. ميكي ماوس، الضربة التي لم تقتلك تجعلك أقوى، استمر جان واعلم أنك لست وحدك. أشكرك حبيبنا ميكي ماوس، الضربات هي بالفعل تجعلنا أقوى وتجعلني مصمم أكثر أنه أكمل ما بدأت فيه، مثل ما أقول ويا جبل ما يهزك ريح. يعني نحن هون حتى طلعنا مو مشان نتراجع، لما طلعنا مو مشان نتراجع، بظروف حياة ممكن تضعنا في مكان ما، ولكن قدر الإمكان راح تم مواجهين، وبالنهاية نحن بشر يعني ممكن مثل ما بقولوا يعني نضعف، ولكن لا أعتقد أننا سنضعف يعني، وهذا أكبر دليل يعني مثل ما بقولوا ساي خلال كم شهر 3 ضربات، وبتعرفوا أنتوا البداية القناة الأولى لما تسكرت، وبعدين من أسبوعين في قناتين تسكروا، هي شبكة التنوير وشبكة قناة الجهر الاحتياطية، وقناة الجهر الرئيسية تهكرت. هلا ما شاء الله دخلوا علينا وهكروها وسووها قناة شو بسموها هي قناة ايش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا السلام، يعني انتصرت لدينك. على كل حال أنا بس حابب كنت بدي أشارك، ذكرتني ميكي ماوس أشارك الصفحة. دايا راح أشارك الصفحة أين أنت؟ ونشوف، أكيد أنتوا شفتوه أصدقائي يعني. هون إذا رحنا على اليوتيوب طبعا شايفين أنتوا الصفحة أمامكم أصدقائي. أظن كمان هون صار في مشاكل. على كل حال تمام، أظن صار في مشاكل أخرى ويظهر في مشاكل عم بتصير. على كل حال هو الهجوم مستمر بصراحة، الهجوم على قناتي مستمر، وما في أي مشكلة عندي. المهم نحن ثابتون وعلى الوعد باقون، وإن شاء الله على العملاء منتصرون. ماريا عم تقول لأخي جان أنت مثل الشجرة المثمرة التي تضرب بالحجر، وهؤلاء المسلمين يضربونك عبثا لا جوعا لا عليك منهم. أخي نحن نحبك. أشكرك أختي ماريا، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا معنا. أنا بس بدي شغلة أصدقائي، أنا يعني إذا بتساعدوني ترجع القناة توقف على جريها مثل ما بقولوا مثل ما كانت، وأحسن بنشر الفيديوهات، بنشر رابط القناة، تشجيع الأصدقاء البقية على الاشتراك بالقناة حتى نرجع بسرعة، لأنه السرعة هي يعني أقل شيء تعطيني دافع معنوي إنه أعطي أكثر. ويعني بصراحة لولا التعاون هذا من أصدقائنا الملحدين يعني صوتنا راح يكون على الفاضي. يعني نحن ليش عم نعذب حالنا؟ ليش جان برو هلا بطلع بيحكي ساعة مثلا ساعة ونص تم بيحكي بدري 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 على الفاضي؟ فإذا على الفاضي مشان ما يحكي يعني. فأنا بتمنى من أصدقائي إنه ساعدونا وشجعونا على الأقل بلايك بشير بكل شيء، يعني كله مهم.
عم بيقول في ألين عم بيقول لي لا أملك شيء لمساعدتك، ولكني أتمنى أن أرى اليوم الذي يكون فيه لك قناة تلفزيونية فضائية. أشكرك أخي ألين. أنا بصراحة أنا لا يعني مثل ما بقولوا لا يعني أطلب من كل إنسان مساعدة فوق استطاعته. أنا كل اللي يعني أطلبه هو دعم، بمعنى بس شاركوا القناة، خلي الناس تشوفها، والحلقات هي الناس تشوفها. أنا المشاهد الناس هي مساعدتي، هذا كل ما أطلبه من أصدقائي. مشاركة قناة، رابط القناة مثلا، تشجيع الأصدقاء يشتركوا بالقناة، هي المساعدة اللي أطلبها، لا أطلب أي مساعدات أخرى يعني. واللي حابب يساعد عنده إمكانيات أنا ما عندي مانع يعني، ما حدا بال لا. طيب في كتاب حلب، أظن هيك مكتوب، كتاب حلب. أخي جان أنت ما عندك برنامج تحفظ القناة من الهكر، ما عندك برنامج تحفظ القناة من الهكر. والله بصراحة يعني أنا طبعا مثل ما قالوا الأصدقاء، الضربة اللي ما بتقتل بتقويك. أكيد أنا راح أضع برنامج وراح أشوف هالوسائل هي كيف ممكن واحد يحمي ذاته. على كل حال يعني خطاب حلب، على كل حال يعني راح احاول، واكيد يعني نتعلم كل يوم شيء جديد، وكل نهار عم نتعلم شيء جديد. ف طبعا الاخ فراس فارس عم بيقول الشجاع البغدادي خبير في التقنية، طبعا هو حكالي ودلني، واكيد يعني راح امشي في مثل ما بقولوا في وصيته وفي كلامه ونشوف. على كل حال نحن عم نتعلم وانا عم بتعلم، وبس انا بتمنى من اصدقائي الدعم بالشير، الدعم بشير رابط القناة، رابط الحلقات هي، حتى يعني نقدر نوصل صوتنا، نكون لصوتنا صدى، يسمعون أهالينا. فأتمنى منكم الدعم. على كل طيب في عنا أظن طيب حمادة بصراحة يعني، أو قال لكل الأصدقاء يعني أنا أشكرك حابب تتواصل معي. عم تقول حسابات سكايب واقفة حاليا، فممكن نطرح على أستاذنا جان أنه ممكن نتصل فيه من ماسنجر. طيب أنا راح أخذ، ما بعرف أنا بصراحة لأنه الفيسبوك شوي بتعبني يعني، ما أظن الفيسبوك. طيب إذا في عندك الفيسبوك بتاعي اتصل فيني على الفيسبوك، ممكن نشوف، لأنه بتعبني بصراحة يعني. أنا لا أفضل الفيسبوك لأنه متعب جدا وما بيطلع يعني. أنا لما أكون عم بعمل الحلقة فما بكون الفيسبوك نهائيا ما بقدر أشوفه يعني، لا حتى أتقصد أنه أشوف الفيسبوك. وهي أمر يعني واحد يكون عم بحكي وفي فكرة مثلا عم بيطرحها أو بيحكي بفكرة، فبيكون شوي أمر يعني صعب إنه يروح يراقب الفيسبوك ولا شيء من القبيل. وبتعرف نحن ما لنا قناة تلفزيونية، أنا شخص لحالي وراء اللابتوب هذا. حتى يعني أنا هون على الفيسبوك بدي أفتح المسج وأشوف مين وين أنت بعت لي. طيب مسج ممكن حمادة، أوكي حمادة أظن أنا قبلت، حمادة أنا قبلت الصداقة، وإذا حابب أنا رح أفتح المسج عندي. إذا حابب ممكن تتصل هلا ونشوف إذا ممكن.
على كل إن أنا في انتظار اتصالك أخي حمادة، أتمنى ما تكون صلعني. صدقني أنا لن أتمكن إنه أنتظر كثيرا على الفيسبوك سيد حمادة، أتمنى منك تستعجل. أشوف الأصدقاء، أنا صرت على اليوتيوب، أتمنى يكون طيب. ضبط السكايب، أقبل السكايب إذا سمحت. أوكي طيب، أوكي تمام، ضبط السكايب. أنا قبلت وأنا راح أتصل فيك. نشوف حمادة. أهلا وسهلا حمادة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله والإكرام، يا ابن الكرام تفضل. شكرا لحضرتك، يسعد لي مساء الجميع. أنا آسف إذا يعني إذا اقتحمت هاي. لا ما في اقتحام يا رجل، أنت كل يعني ضروري كل المصطلحات تكون عندك، اقتحام وغزوة و لا فول طبيعي، ما في مشكلة. أنا أحترم كل الاحترام، أحترم الجميع كل الاحترام. تسلم يا طيب، تسلم. إحنا عدا عن كل شيء إحنا أخو بالإنسانية، أنت أخي بالإنسانية، ما خصنا بالدين. أها تفضل. الله يزيد فضلك. حضرتك أنت عم تتكلم إنه يعني الإسلام كله غلط، تمام؟ تمام. ما في مشكلة، عندي طبعاً أكيد هذا رأيك أنت حر فيه، وكل الناس كل واحد فينا حر برأيه، بس حابب أسألك سؤال واحد. تفضل. لو سمحت. تفضل. نظرية الانفجار العظيم، البيج بان. إنه الكون كله كان كتلة واحدة وانفجر وتكونت المجرات والكواكب وغيرها، مظبوط؟ وهو الكون كان نقطة صغيرة متناهية في الصغر. لا متناهية في الصغر، من الطاقة. تمام. مبدأ حفظ الطاقة حضرتك. المبدأ الأول، المبدأ الثاني في الترموديناميكية. طبعا أنا اسمي قبل ما نبلش بالنقاش مشان أعرفك عن حالي، أنا اسمي حمادة السلوم من سوريا، عمر 25 سنة، مهندس برمجيات حاسوب. شو انت اللي عملت الهاكر امبارحه؟ لا ما بدي احلف مشان ما تكون. اوكي ولا يهمك ولا يهمك، انا امزح انا امزح، تفضل كمل. ولا يهمك. ف المبدا الثاني بالترموديناميكيه يقول الطاقه، هو مبدا حفظ الطاقه، يقول الطاقه لا تفنى ولا تخلق من العدم، إنما تتحول من شكل إلى آخر دون زيادة أو نقصان. تمام؟ تمام. تمام. كيف صار الانفجار لو ما صارت قوة خارجية مؤثرة عليه؟ أنا بقول لك في فرضيات كتير، شوف في فرضيات كتير، فرضيات، أحد الفرضيات، أنا بقول لك أحد الفرضيات اللي ناس تفترضها إنه الانفجار العظيم هذا اللي صار هو ثقب أسود من غير كون. في فرضيات أخرى تقول في أكوان تتضارب، بتصير بطلع منا أكوان جديدة تتجدد. فرضيات كثيرة بصراحة. هو الشيء الجيد في العلم إنه كل نهار نكتشف شيء جديد. يعني مثلا مسألة الذرة انطرحت من أيام أرسطو، من بداية الفلسفة اليونانية، ومن 3000 4000 سنة انطرحت مسألة الذرة. ما اكتشف العلم، ما أثبت موضوع الذرة إلا بالقرن العشرين، يعني بعد 2000 3000 سنة حتى أثبت موضوع الذرة. فيعني نحن، أنا كشخص كإنسان أفكر بهالمواضيع هاي، أقول يعني ما لا أستغرب إذا أخذ معنا الوقت مع الإنسان انه حتى يثبت نظريه الاكوان المتعدده،
وهل الفرضيات هي ياخذ معنا نفس القدر من آلاف السنين؟ ولكن السؤال يعني قال لك السؤال مطروح عليك انت كشخص مؤمن. طبعا انت ابن بلدي وحييك على شجاعتك بصراحه انك دخلت ويعني تفكر معنا. نحن ما لنا اعداء، نحن بدنا نفكر. اكيد بالضبط. اول ما دخلت انا قلت لك انا ماني عدوك، نحن اخوه بالانسانيه. بالضبط. انت اخي بغض النظر دينك ولا عقيدتك ولا مبدأك، انت اخي بالانسانيه. بالضبط. اليوم انا ابوي شيخ، يعني انا ماني جاي انا جاي من استراليا مثلا او جاي من شيء من اليابان. انا ابوي شيخ، انا مولود بحلب، بحواري حلب الحلوه، يعني حلبي اح وبعرف عادات وتقاليد والاعياد ورمضان وكل هالاشياء هي، متربي فيهم رضعان ورضاع، يعني ما حدا قال لي حكى لي عنه. انت كمؤمن تؤمن انه القران هو كلام الله، واكيد الله لن ينطق حرفا فيه اي شبهه، يعني اكيد. انا ارجع اطرح عليك مثلا موضوع النبي يونس. تمام. دخل بقلب حوت. تمام. هل ممكن تعطيني دليل علمي او اي شيء مادي ممكن افهمه انا انه الانسان اذا دخل بقلب حوت ممكن يعيش ويرجع يطلع حي، ما في اي مشكله؟ اكيد. انا كشخص مسلم، او لو بكون مو بس شيخ، لو بكون شو ما بكون، مستحيل اعطيك دليل علمي واحد على هالشيء. يعني انا مو ضد العلم، انا شخص علمي، تمام. انما في شغلات ضوابط بالنسبه لإلي، يعني هاي الشغله انا بقول لك، يعني انا راح اعترف لك انه ما لها اي دليل علمي. طيب شو بخليك تؤمن فيها؟ كل اللي طرحتها. ليش انت مؤمن فيها؟ طرحتها قبل شوي، انا معك فيها وعم اسمعك. كل الاطروحات اللي طرحتها في منها وجه، يعني في المعظم انه ما في لها دليل علمي. مظبوط. الايمان اصلا هو الايمان كتعريف هو الايمان بالغيبيات. طيب انت ليش مؤمن؟ انت اعطيني بس هيك اشرح لي بالتفصيل، انت ليش مؤمن؟ انت كشخص اسمك حماده، انت يا حماده ليش مؤمن؟ تمام. انا كشخص اسمي حماده مؤمن لانه الايمان بيعطيك ضوابط، يعني ضوابط للحياه عندك. اولا حضرتك كشخص غير مؤمن، شو الشيء اللي بيضبط حياتك؟ ليش عايش؟ اوكي. انا ضميري هو ما يضبط حياتي. عندي الحياه هي لا مو على اسف من حضرتك، اسف على المقاطعه، اسف. تفضل. بس مو على الشيء انه الشيء الحلال والحرام، نحن مثل ما بنقول لا مو شيء الحلال والحرام. كل حدا هو عنده ضمير، وانا هون قاعد بالمانيا، يعني حضرتك بتعرف انه ثلاث ارباع العالم هون ملحدين، يعني تمام. حتى لو هن بالوش مسيحيين، بس مشان ما يدفعوا الجزية للكنيسة، بس هن أصلا ملحدين. تمام. فحضرتك يعني معاشرهم بعرفهم منيح. أنا السؤال يلي بدي أسألك إياه مو شي الحلال والحرام، لأنه هن يعني هن إنسانيتهم هن ملحدين، وتعرف أنت شو ساووا معنا والمسلمين شو ساووا معنا. تمام حضرتك. فشيلك من الحلال والحرام، انا عم اقول لك السبب يلي انت عايش مشانه. ليش انت عايش؟ لانه الحياه حلوه، انا احب اعشق الحياه، مشان هيك انا بنعشق الحياه. كنا بنعشق الحياه، بس شو يعني شو السر من وجودك هون؟ ما في سر موجود كله بالابحاث، ما في سر. انا موجود لعملية جنسية صارت بين والدتي ووالدي، وجيت على هالدنيا، وما يعني ما في شيء اصلا يعني متحكم، يعني خلاص انا جيت. فالهدف في هالحياة انه اخلي الناس تكون مبسوطة مني، اخلي الناس تكون افرج الطريق الصح للناس، لانه الحياة تستاهل انه نعيشها،
ولا تستاهل انه نموت. يعني هو الله تجي عند اي شخص مسلم اسرع طريق للجنة هي الشهادة. يعني هو الموت يعني صار عنا ثقافة الموت هي المفضلة يا اخوي يا حمادة. المشكلة ان احنا عنا ثقافة الموت. يعني لولا ثقافة الموت صدقني بلادنا ما خربت. اخ جان، انا شخص اؤمن بالاسلام، انما النزعة يعني مثل ما بتقول الدموية منه ما حدا فينا بيتقبلها كاشخاص عنا فكر عنا ضمير عنا اخلاق. ما يعني هي الاحكام القتالية هي شوف قال لك شغله حماده حبيبي. شوف الاسلام انت عم تقول النزعه العنفيه او وات ايفر تسميها. طب المسيحيه قال لك شغله. المسيحيه مثل ما بيدعوا المسيحيين ما فيها شيء من القتال، احبوا اعدائكم وحبوا لاعنيكم، واللي بيضربك على خدك الايسر اعطيه افاك اعطيه حي الله شغله وسكته. يعني بيقولوا دين محبة. ورغم ذلك بتلاقي التاريخ المسيحي مليء بالحروب، مليء بالدماء، مليء بالقتل، مليء بنفي الآخر، مليء بكل شيء سمي. يعني لا يفرق عن التاريخ الإسلامي شيء كتير. يعني فالفكرة الدينية هي حد ذاتها مهما كانت هي شكل من أشكال العنصرية اللي تؤدي إلى الحروب مهما كانت. روح على أي دين كان راح تلاقي ببدأ بأول شيء بالمبشر الأول تبع الدين، مثلا بالإسلام محمد، بالمسيحية يسوع، وهكذا. بس بالنهاية بتلاقي صاروا فرق وصاروا يتحاربوا بين بعضهم. هاي شيء مؤكد منه. يعني هي نظرية مؤكدة علميا حسب التاريخ اللي قرأناه. طيب حضرتك ممكن اسألك كم سؤال لو سمحت؟ تفضل. اول شيء قلت لي انه في ممكن انه تكون اكوان يعني كوننا ضمن اكوان ومن مجموعات اكوان متعددة. صحيح تمام. يعني مثل ما يعني تضاد يعني اكوان متضاده ولا كيف؟ يعني هي لحد الان مو مثبته. يعني حضرتك ما بتعرف عنها شيء. شوف اقول لك شغله، انا ماني لا عالم، انا شخص انسان عادي. انا على فكره انا شهادتي العليا هي ابتدائي. يعني انا لست عالما ولكن قارئ في بعض القراءات في العلوم فقط ليس اكثر. حضرتك ما فينا عالم. الفرضيات هي الكوانتم ثيري، خلينا نقول مثبتة بالورقة والقلم، بالرياضيات بالفيزياء مثبتة بالورقة والقلم، ولكن كتجربة معملية مختبرية لم تثبت بعد. حضرتك السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني، انت حضرتك تقولوا حضراتكم تقولوا انه الكون تطور 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 لحد ما صار هيك، راح يضل بالتطور مظبوط؟ اكيد. طبعا انا اعرف نظريه التطور، مؤمن بجزء كبير منا، وبعرف انه جزء كبير منا صح. يعني شخص مثلك قارئ، ما بقول حالي عالم انما قارئ، يعني بقرا بحب اطلع على كثير شغلات، ما بحب اني اكون غبي محشوم. انا نحن اخي صدقني انا نحن لا نتهم احد بالغباء. يعني في كثير من المسلمين تقول له انت ليش مسلم، بيقول لك لانه تبي مسلم فقط. هذا مو غباء الانسان يعني. تفضل. فخليني اكمل فكرتي لو سمحت. تفضل. اسف. الله يزيد فضلك. لا ولا يهمك، على راسي، انت اخي الكبير. حضرتك المبدأ، في مبدأ كمان يقوله نيوتن، إسحاق نيوتن، مبدأ الحركة. يقول الأجسام ساكنة تبقى ساكنة، والأجسام المتحركة تبقى متحركة إذا لم تؤثر عليها قوة خارجية. تمام. فهي النقطة الصغيرة
لو ما شيء خارجي جيب هلا، جيب كرة حطها مليون سنة مستحيل تتحرك من مكانه، إذا يعني حطيتها بمكان ما في لا هواء ولا جاذبية ولا شيء مستحيل تتحرك من مكانه. تمام. صح؟ تمام. لأنه ما يأثر عليها أي قوة. فمبدأ الثاني لإسحاق نيوتن، مبدأ الحركة، بيقول الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى متحركا بمقدار سرعته ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. كيف؟ هاي النقطة لا متناهية في الصغر، كيف دون قوة خارجية انفجرت؟ فهاي هاي الشغلتين، مبدأ الترموديناميكية ومبدأ مبدأ الترموديناميكية الحرارية اللي هي مبدأ حفظ الطاقة ومبدأ الحركة لإسحاق نيوتن. تمام. على كل يعني أنا هو أنت بدك ترجع تقول بالبداية، يعني هي نظرية أخوتنا المسلمين كتير بيطرحوها، هي أنه يعني الأساس منين؟ ما هيك هاد بدك تصلب؟ لا لا، أنا ما بدي الأساس، أنا ما راح أرشق، أنا ما عم قلك طيب من وين دون دليل علمي، أنا عم أعطيك أدلة علمية حضرتك، أنا عم أعطيك أدلة علمية. فيك تفتح عنت هلأ وتكتب المبدأ الثاني بالترموديناميكية، فيك مبدأ حفظ الطاقة، وفيك تكتب كمان النظرية الحركية لإسحاق نيوتن. شوف لك هاي النظريتين. شوف حبيبي، وهي النظريات مثبتة علميا. تمام تمام. أنا قلت لك إنه العلم لم يكتشف كل شيء، يعني ما وصل لمرحلة إنه وصل لمرحلة إنه يقول لك والله البيج بانج شو سبب البيج بانج. تمام. مع إنه ستيفن هوكن يعني وضح في كتابه عن بريف اوف اظن يونيفرس هيستوري سمثينج لايك ذس، يعني الاسم الكتاب شوي مو بذاكرتي حاليا، انه اصلا ما كان في وقت للسبب حتى يصير البيج بانج، ما كان في وقت يعني بالزمكان حتى يصير البيج بانج، ما كان وقت، يعني ما في انه انت عم تقول السبب والمسبب، يعني تقريبا انه يعني لازم يكون في سبب حتى يصير البيج بانج، ما كان في وقت قبل البيج بانج، ما كان في وقت، ما كان في شيء اسمه زمن، من في الزمن، ما كان في زمن. فالفرضيات هي الفرضيات موجود مع البيج بانج، يعني بالضبط الزمكان انفجروا سوا يعني مع البيج بانج، يعني هون بس خليني اكمل هالفكره هاي. الشيء اللي يعني توصلوا له لحد الساعه هاي ما توصلوا، في فرضيات، ولكن العلم لم يكتشف كل شيء، وهذا ما هو عيب على العلم، هذا دافع انه نسال ونتعلم ونعرف ونكون مشاركين في هالطرح الاسئله هاي ومحاوله على الاجابه عليها. يعني أنا أعيب على المتدين إنه خلاص ما بيعرف بشيله وبيحط على الله. أنا بدي أسأل سؤال هون، يعني بما إنه المؤمن دائما بيقول لك أوكي لازم يكون في أساس، لازم يكون في شيء صانع، في سبب، يعني اللي صنع هالإنسان المعقد اللي قدر يفكر بالكون وقدر يكتشف هالكون هذا، لازم يكون يعني في شيء معقد حتى صنعه. أنا بطرح نفس السؤال، يعني السؤال فلسفي ما له نهاية بصراحة، إنه هل الكائن المعقد اللي مثلا المؤمنين بيسموه الله، هل وجد صدفة؟ هل معقول هذا الكائن اللي خلق كل هالكواكب والمجرات وهل يعني الكون الفسيح إلى أبعد الحدود، هل من الممكن أن يكون أتى من فراغ هذا الإله؟ ممكن جاوب حضرتك؟ تفضل. ولا في شيء بدك تضيفه؟ تفضل تفضل. طيب الله يزيد فضلك أخي الكريم. لما بدنا نناقش بشيء يا أما يكون له نهاية يا أما منوقف، تمام؟ لأنه ما في شيء، إذا بتدرس بعلم الجبر، تمام، أي شيء يؤدي إلى اللانهاية، أي شيء يؤدي إلى اللانهاية فهذا أمر، يعني مثل ما بتقول
غير مثبت. فعلامة اللانهاية إذا بتحطها بآخر مسألة حسابية فقولا واحدا أنت تكون غلطان، غير بال لا لا، إذا أنت ما مثبت ما معناها تكون غلطان. تماما، لا لا نهاية، لا نهاية ب بآخر مسألة حسابية إذا يكون الجواب لا نهاية فهذا الشيء أكيد غلط، أكيد غلط، غير بالمنحيات، المنحنيات والرسم. تمام؟ الرسم هو اللي بيعطيك لا نهاية من هون ولا من هون، كانت خطوط مستوية ولا غير. فلما نحن نقول إنه مين اللي خلق الله، ومين اللي خلق اللي خلق الله، مين اللي خلق اللي خلق خلق الله، خلق خلق خلق، معناته وصلنا لا نهاية. تمام؟ وهذا أمر منفي حتى بعلم الجبر. طيب كيف ستثبت لي هذا الإله؟ طبعا أكيد أكيد مليون بالمية إله ما راح، يعني ما راح يثبت لك، إله ما راح يثبت ب يعني بشيء ملموس. معناته هون الفكرة، هون الفكرة. أنا بدي أسألك سؤال آخر أخي حمادة. اليوم عد واحد، بعدين عد اثنين، بعدين عد ثلاثة، بعدين عد أربعة، وتم عد إلى نهاية حياتك وحياة أحفادك وحياة أحفاد أحفادك، هل ستصل إلى النهاية؟ هل سنصل؟ هل ستصل إلى النهاية؟ لا أكيد. أظن تفكير الإنسان هو بهال أو على عقل البشري وصل لمرحلة إلى يوجد اللانهاية. مسألة اللانهاية في الأكوان المتعددة، يعني أنا قلت لك مثبتة على الورقة والقلم، ولكن فيزيائيا مخبريا غير مثبتة حتى الآن، وهذا لا يعني أنه لن تثبت مثلا في المستقبل. يعني فالفكرة إذا أنت مثل ما حضرتك قلت أنه تؤمن ببعض نظرية التطور، ببعض منها، أكيد قرأت في نظرية التطور، وأكيد قرأت كيف نشأت الأرض وكيف نشأت الحياة على الأرض والمراحل اللي مرت بها الحياة، رح تصل لمرحلة أنه الإنسان من 200 ألف سنة كان موجود على الشكل الحالي أنا وأنت فيه، والديانات بلشت مثلا من 70-80 ألف سنة على شكل فن، على شكل أشياء من هالقبيل، رسم بالكهوف وأشياء من هالقبيل، هذا حتى وصلت الديانات المنظمة مع ولادة الثورة الزراعية. يعني راح تشوف أنه حتى الديانات تطورت وحتى وصلت لهالمرحلة هي، يعني ما أجت آدم وبعدين مثل الأسطورة الدينية أو الأسطورة الغيبية بتأكد أنه آدم وبعدين جاء قابيل وهابيل، وبتعرف أنت القصة الدينية يعني كيف تنطرح. يعني فهالفكرة أنه الدين ذات نفسه بحد، فكرة الدين ذات نفسها هي ولادة لمرحلة بشرية، لمرحلة الإنسان كان محتاج يجاوب على أسئلة تطرح عليه، لأنه عقله نفس عقلي وعقلك من 200 ألف سنة، ويطرح نفس الأسئلة وما عنده أدوات الإجابة على الأسئلة، الأدوات العلمية اللي بين إيدينا اليوم. فأظن يعني إذا الإنسان يفكر فيها، خصوصا أنت كإنسان مثقف وقرأت في التطور، راح تشوف أنه هالمسألة هي لازم ما تغيب عليك. شو رأيك؟ تفضل. أنا كل اللي حكيته حكي مظبوط، قوله قطعاً، يعني قطعاً مظبوط، كونه إحنا أشخاص دائماً رب، يعني كوني أنا بؤمن، فآسف منك إذا أخدم مصطلحات. لا لا تفضل، خذ راحتك بالمصطلحات، ما في مشكلة. كوني أنا مؤمن، فأنا بعرف إنه رب العالمين خلق العقل، وهو بيعرف منيح شو راح نفكر وكيف راح نفكر، ومعطينا مدى للتفكير، المدى اللامنتهي يعني من التفكير، ولا ما كان وصلنا للي وصلنا له. تمام؟ إنما بدي أسألك سؤال واحد لو سمحت.
شو محمد بالنسبة لإلك؟ يعني شو تعرف محمد بالنسبة لإلك؟ أو بصراحة هو شخص ليس عادي، أكيد ليس عادي، ولو كان عادي لما تكلمنا عليه أنا وأنت يعني، وما كان يعني وصلنا لهالمرحلة هي في لقاءاتنا وحواراتنا. محمد وغير محمد، يعني أنا بالنسبة لي شخص محمد هو شخص من الجزيرة العربية اللي كانوا موجودين في 1400 سنة سبقت، مثله مثل مسلمة مثل العنسي مثل غيره من المدعين النبوة. كانت الجزيرة العربية هذاك الوقت بحاجة إلى قوة توحد القبائل العربية، وكان كتير مطروح فكرة الدين، وانت بتعرف كان في كعبات متعددة في الجزيرة العربية، وليس الكعبة هي اللي نشوفها هلا نحن المقدسة عند المسلمين، كعبات متعددة كانت، أنا لا أذكر العدد الكامل ولكن أكثر من 20 كعبة يعني أكيد هي. طبعا كانوا في حروب وصراعات على مين بده يستلم السلطة، والأغلبية وكلهم يعني كانوا يؤمنون إيمانا جازما أن الدين هو اللي راح يوصلهم إلى الوحدة خلينا نقول، ولأنه كانوا شايفين قدامهم الحضارات الفارسية والبيزنطية من على يمينك وشمالك مثل ما بيقولوا، فكان بحاجة لدولة في 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 الجزيرة العربية تقام. وكانت هذاك الوقت في من 1400 سنة أغلب الدول تقام على الفكر الديني، كان فكر قوي، وكان السكان الجزيرة العربية مؤمنين بهالفكر هذا، ولذلك طلعوا أكثر من يعني أنبياء كثر مثل ما بيقولوا، وفي الأخير كان المنتصر هو محمد. تمام، يعني أنا نتفق بيناتنا أنه محمد شخص غير اعتيادي كونه، بغض النظر على أنه هو صادق ولا كذاب، هو شخص غير اعتيادي كونه قدر يعمل كل هالشيء، كونه قدر يعمل كل هالشيء، كونه قدر يجيب قرآن حتى أقوى شعراء وأقوى أصحاب البلاغة بهذاك الزمان ما قدر. شوف شوف قبل ما تكمل فكرتك هي، بشان انه القرآن هو اقوى وهو بالبلاغة وهالاشياء هاي، هي طبعا انا اختلف معك، ونحن بالبرنامج سوينا لحد هالساعة هاي 20 حلقة على التمام في اكثر من 35 ساعة تقريبا شرح عن اخطاء القرآن، هاي اذا بتراجعها انا بتمنى تراجعها. سؤال بس اتمنى بس خليني اكمل فكرتي أتمنى تراجعها طبعاً راح تشوف فيها وأنت بحكم بعقلك، يعني بدون ما تكون متحيز احكم بعقلك، تفضل. أخطاء بلاغية، أخطاء إعرابية، إملائية، شوف أعدد لك أنواع الأخطاء بصراحة كثيرة، يعني في أخطاء بلاغية، أخطاء إملائية، أخطاء نواقص في القرآن ذات نفسه بين الكلمة والكلمة، يعني لازم تكون في كلمة ولكن مشيولة هالكلمة، كثير أشياء في نواقص. على كل حال قلت لك أنا 35 ساعة لحد الساعة هي نحن سجلنا، فممكن تراجعها وتشوف، يعني أنت رجل مثقف وواعي وممكن تكون حيادي كثير، فممكن تراجع وتشوف الأخطاء هاي وتقارن. راح أرجع له وراح أدرسها مضبوط. تمام. إذا كان عندي رد راح أرجع أرد لك يا، إذا ما كان عندي رد معناته في شيء غلط. أنا أتمنى أخوي حمادة، أنا أتمنى شوف أتمنى منك تكون حيادي بصراحة، يعني ما تدخل إنه والله أنا لازم أرد. يعني شخص شيء ما لقيت له دليل، ما لقيت له شيء منطقي، شيء يفوت هون، ما أكيد ما راح أخذ فيه. بكل تأكيد. على كل حال يعني نحن مثل ما بقولوا قناتنا هي أول حلقة أعمل عليها البث المباشر، هذا قناتنا تهكرت السابقة، فالفيديوهات كله محوها. أنا راح أعطيك لينك لسامي الذيب، هو اللي مثل ما بقولوا نبينا وحبيبنا سامي الذيب، هو اللي يقدم الحلقات هاي طبعا في البرنامج، ولكن هلا هو مسجل عنده على
قناته على اليوتيوب، فبعطيك اياه هلا اللينك وممكن تراجعه انت. بس انا شفت اكيد راح اراجعه، اكيد راح اراجعه، واذا سمحت لي بغير فرصه بطلع اكيد بنتناقش فيها اذا كان في عندي نقاش، اذا ما كان عندي نقاش راح اسكت اكيد. بس انا شفت فيديو للاستاذ احمد الحقون قال انه الايه الكريمه اللي بتقول خلقنا الانسان مضغه وعلقه وعظام وكسوناها لحم، قال غلط. اكيد غلط. لا مو غلط. تفضل قل لي ليش غلط. مو غلط، وانا مثل ما تقول عشقي جينيتكس، عشقي علم الجينيتكس. يعني حب هالشغلات ومطلع عليها كثير. حضرتك لما بالاسبوع باليوم الرابع لوصول البويضة الى الرحم، لوصول البويضة الى الرحم يتكون ثلاث طبقات، تمام؟ الطبقة الوسطى اللي هي تكون الاعضاء الداخلية، الطبقة الخارجية اللي تكون الجسم الخارجي، تمام؟ والطبقة الثالثة اللي تكون هي الجهاز العصبي، تمام؟ الطبقة الثانية أول شيء يبلش يتشكل هو نقي العظام، أول شيء، بعدها يبلش تتشكل العضلات، وهذا الشيء مثبت علميا. وبكرة بجيب لك أكثر من عشر تحليلات علمية لأشخاص دكاترة، وطبعا مو عرب مشان نكون حيادين، أجانب. راح أجيب لك أكثر من 10 دكاترة يشرح، حاطين شرح وافي وكافي عن هالشيء. تمام. على كل حال بصراحة أنت هندسة برمجيات طبعا، استضفنا نحن دكتور توليد، يعني هو شغلته كيف الطفل من أول ما بيكون بويضة لحتى ينزل من بطن أمه، يعني استضفناه وسوينا معه مناظرة. وما هي مشكلة، ما هي مسألة هون، المسألة ما هي هون، المسألة صراحة يعني هو كان ممكن الإله هذا، يعني شغلات كثيرة. أنا ممكن بصراحة أنا مسألة الجنين وهي أنا ما غير متعمق أصلا فيها وما بفكر فيها بصراحة، يعني أجي أقول لك في شيء أنا لم أقرأ عنها، في أشياء أخرى يعني تحكي، يعني كان ترقا ففتقناهما مثلا. أنا هاي أول مرة أشوف حساب حضرتك. أنا شفت مناظرات للأستاذ أحمد الحربان، شخص مثقف واعي، أحترم فكره جدا. راح أرجع للفيديوهات وأدرسها بتمكن، وإذا كان عندي رد راح أرجع أرد، إذا ما كان عندي رد راح أكون معك أتأكد من هالشيء. على كل حال أنا راح أحمل حلقة مباشر، هلا مباشر راح أحمل حلقة بعد الحلقة هاي، يعني انتظر، خليك على القناة بعد نص ساعة راح تلاقي المناظرة بين دكتورين، يعني دكتور في الولادة ودكتور جورج بول، نبي جلدة الحنفية، إذا سمعان جلدة الحنفية. على كل حال أنا راح أوعدك إنه أحمل الحلقة هاي وأنت شوفها على راحتك، وإذا في عندك أي تعقيب ممكن تكتبه بالتعليقات تحت. وشوف يعني أنا بصراحة يعني أنا أتمنى الناس بس تفكر، يعني فكر الشيء المسلم هذا اللي أخذناه من أهالينا، نفكر فيه، ما يعني إذا بما أنه القرآن يدعوك لتدبر القرآن فتدبر القرآن بدون حاجز الخوف هذا، أنه طيب إذا وقع الشك في قلبي، طيب إذا ما شكيت كيف ستصل للحقيقة، يعني إذا إن لم تشك كيف ستصل، بالعكس إذا شكيت وصلت لحقيقة أنه الإسلام والله هو الحقيقة، هاي فضيلة كبرى تصير لك، يعني تحسب لك ميزان حسناتك مثل ما بقول بالتعبير الإسلامي. أكيد تفكير كل شخص بيفكر. على كل حال حبيبي حمادة أنا أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لك أوقات سعيدة، وأنا راح أبعت لك رابط. أوقات سعيدة، أتمنى ما حدا يكون زعل مني بهالمداخلة. لا لا لا، أنا أتمنى كل المسلمين يكونوا بصراحة مثلك مؤدبين وما في أي مشاكل هيك، يعني يكونوا منفتحين عقليا
ويفكروا. أنا هذه مهم الإنسان يفكر بحيادية. ممكن نختلف، ممكن نصل لما حتى نصل لطريق مسدود في الأفكار، ولكن الاحترام هو أهم شيء بيناتنا. على رأسي بتمنى لكم أوقات سعيدة جميعا، ما فين إلا لكم، الله يحميكم ويحفظكم. أشكرك ألف خير. شكرا. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر حمد. أشكرك أصدقائي. طبعا أشكر صديقنا حمادة على مثل ما بقولوا على أدبه وعلى حسن. طيب عم بيقول اوكي ميكي ماوس، اتمنى يا جان تساله عن رايه بمجزره بني قريظه وسبب قتل اطفالهم. على كل ان يعني بصراحه انا حبيت اخونا حماده، وانا حابب يتم متابع ويشارك معنا حتى يعني نوصل له الحقيقه اللي بدنا اياها نحن وشايفينها حقيقه، نوصل له اياها بدون اي رتوش. يعني مجزرة بني قريظة انا اتمنى اخوي حماده يفكر فيها ويقرا عنها، وهل هي يعني تكون تصرف من نبي مبعث من الله رحمه للعالمين يتصرف تصرف مثل ما تصرف مع بني قريظة، او بما معروف عند الملحدين مجزرة بني قريظة. على كل حال أظن أخونا جانو حابب يتصل كمان، راح أخذ اتصال من جانو. يا جانو يا جانو يا جانو يا جانو. أهلا جانو حبيبي. جان لك ولكل الأصدقاء طبعا. بحيي الصديق اللي كان معك الضيف. كان بدي أسأله كم سؤال بس مع الأسف راح. يعني شو دخل الله محمد بالبيج بانج وبنظرية التطور وبالجنين؟ يعني احنا نعرف انه بالنسبة للجنين ذكرها جالينس قبل محمد بمئات السنين، يعني الطبيب المشهور اليوناني الأغريقي. ف جاي محمد بيقول نفس الكلام وغلطان كمان، يعني حتى مثل مش فقط نبي جدة الحنفية جورج بول قال هالشيء، كل الدكاترة. هو راح يجيب هذا الدكتور اللي أخذ قبض من السعودية وكتب أشياء فقط مشان يذهب إلى أبعد الأماكن اللي بيقولها القرآن، يعني صحيح. فهذا الشيء مردود عليه. هو المشكلة اتحاب أنه أسأله شو دخل الله ببيج بانج، يعني شو هي الأشياء اللي أتى بها؟ يعني محمد لما انطار بهذا الحمار المجنح ما شاف أنه الأرض كروية؟ يعني هو المشكلة يا جانو، المشكلة ليش قال والأرض دحاها؟ يعني ليش؟ شو السبب؟ يعني المشكلة بتعرف جانو، كل المؤمنين يعني مو بس عند المسلمين، عند المسيحيين ولا غير المسيحيين، ما بيجوك على زاد ديانتهم، لأنه ممكن تفندها بكل بساطة. يعني ما في شيء أي دين جابه شيء علمي منطقي. بيروح على الأسئلة الفلسفية هي اللي لا نهاية لها، يعني اللي ممكن العلم ما وصل ل حتى إذا العلم ما وصلت لها، بس شو دخل الله ومحمد والقرآن بهيك أشياء؟ يعني بدي أفهم هالقصة. هو أنا قلت لك إنه ما بص ما بيحاولوا يناقشوك بالدين ذات نفسه، لأنه الدين ذات نفسه مكسور الأجنحة، ما له أجنحة يدافع فيه عن نفسه، ما في شيء. حبيبي جان، أصلاً إذا ما بتشك في شيء ما تتطور، وهذا هو السبب الرئيسي على انحطاط المجتمعات الإسلامية وبقائها في الظلام وتطور كل مجتمعات الدنيا، لأنها قامت بالشك إنه قالت إنه هذا خطأ، يمكن احتمال
if it's that so, it should be like that. If يعني شرطية جازمة المهم يعني لازم تكون في أشياء تشك فيها مشان تكون تقدر تطور من نفسك. يعني إحنا الاثنين نتناقش في موضوع ما في اللغة العربية في أي شيء. هذا التفكيرين يمكن تكون في اختلاف كتير بس في النهاية راح يودينا إلى طريق تاني. فبتلاقح الأفكار تمطر المعرفة مش بأنه إذا لا تصير مسلم أذبحك أو لازم تعطي جزية عن يد وهم صاغرون. فهذا هو سبب رئيسي لبقاء مجتمعاتنا في الضلام. صحيح للأسف الشديد جانو، للأسف الشديد. على كل حال يعني نحن نتمنى من الأصدقاء من أهالينا يبدأوا التفكير ويبدأوا تحليل ليش نحن وصلنا لهالمرحلة هي من الانحطاط الفكري والثقافي والأخلاقي وكل أنواع الانحطاطات المتعارف عليها دوليا ومحليا. أشكرك. تحياتي لك الجان ولكل أصدقاء بالأخص أذكر أخي الكبير أبا الحكم والعزيزة والصديقة نسرين وبحبكم. تحياتي. أشكرك حبيبي جان وأشكرك جزيل الشكر. طبعا أشكركم أصدقائي كمان بصراحة وحلقتنا شوي طالت فأظن ساعتين يعني، لكن كلمة أخيرة حابب أقولها لأهالينا ولناسنا يعني الحقيقة لا تتعب، الحقيقة تفضل حقيقة. الحقيقة مهما كان مهما صار مهما أي شيء صار تبقى الحقيقة موجودة. يعني اليوم هالحلقة هاي كانت بمناسبة إغلاق قناتي، ما بعرف كم حلقة راح نعمل بمناسبة إغلاق قناتي مرة أخرى ومرة مرة 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 لأنه صارت عادي عند أخوتنا وصارت عادي عنا حتى نفتح قنوات جديدة ونحكي ولن نتوقف يعني مهما عمل ومهما فعل. فالمهم أنه الحقيقة تبقى حقيقة. يعني إذا غضيت إذا حاربت قفلت قنوات قتلتنا مهما فعلت الحقيقة ستبقى حقيقة. الديانات إلى زوال إن شئنا أو أبينا. الناس بدأت تفكر، الناس ما عاد يقنعها والله يجي شيخ يضحك عليه بكم كلمة ويقول له الحمار بطير يعني خلص الحمار بطير. الناس بدأت تشوف أفكار تانية من خلال الإنترنت، الناس بدأت تشوف شعوب تانية كيف الشعوب عايشة، كيف الشعوب منظمة حياتها، كيف الشعوب ما بتخاف من هالخرافات هاي وهالخزعبلات هاي. فالناس بدأت تصحى والناس بدأت تفكر وهذا الدليل الأكبر والدليل الأوسع إنه الديانات إلى زوال. فالكلمة بدي أقولها أتمنى من أهالينا يشغلوا عقولهم ويحللوا لأنه الوقت صار ضيق كتير علينا بصراحة، صار ضيق كتير حتى نقدر أقل شيء نلحق بركب الحضارة مثل ما بقولوا ونكون جزء من هالحضارة هي بدل ما نداس بالأقدام مثل ما عم بيصير عنا الله بسوريا وبالعراق واليمن وليبيا وكل هالدول البائسة للأسف الشديد. يعني وصلنا لمرحلة نكون نفرح ويكون عرس إمنا وأبونا إذا حطونا فيزا على جواز سفر أو حتى بدون جواز سفر. صار هلا خصوص السوريين ما عندهم جوازات سفر يلا بس تعوا، يعني يكون عرس إمه وأبوه اللي بصح له سفرة على فرنسا أو على بريطانيا أو على أمريكا اللي بيسمحوا له يدخل بلاد الكفار. يعني تصوروا لوين وصلنا لمرحلة من الذل والإهانة والمرارة كله في سبيل أفكار خرافية، في سبيل
الخرافة هي اللي نحن نعشقها ونحن نعبدها للأسف الشديد يعني. على كل حال أصدقائي أشكركم جزيل الشكر، وطبعا بكرة يوم الثلاثاء راح يكون عنا حلقة مع أخونا فؤاد صباغ، ويوم الأربعاء راح تكون حلقة نارية مع السيدة وفاء سلطان حبيبتنا وأستاذتنا وفاء. أتمنى تكونوا معنا، ومثل ما يعني ما تعرفوا القصة، وأتمنى منكم تشاركوا القناة على أوسع نطاق ممكن حتى نرجع مثل أولي مثل ما بقولوا، ويرجع يكون لصوتنا صدى. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة الساعة 8 راح يكون عنا حلقة راح أحضر اليوم ونشوف شو ممكن نقدم بكرة. أشكركم جزيل الشكر وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء.